يلا جاهز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا كتاب سبيل الرشاد، شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأول من ربيع الأول لعام 40 و400 وألف، الموافق ليلة 9 من الشهر 11 لعام 18 و2000، وقد وقفنا على فصل في صفحة 66. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، ربنا وشيخنا وأئمتنا وشيخنا جميع المسلمين، اللهم آمين. خاصة عني رحمه الله تعالى، فصل: إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة ولا أغنى عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم بهذا لأنه نافاه فعلهم فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. نعم، إذا علمت هذا تقرر. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة. الإقرار بالربوبية واجب، لكن ما ينفع إذا اقتصر عليه مع الشرك بالعبادة. لابد مع الإقرار بالربوبية إخلاص العبادة لله عز وجل. فمن أقر بالربوبية وأشرك بالألوهية هذا إقراره بالربوبية لا فائدة منه. وقد ذكرنا مرارا أن المشركين الأوائل يقرون بالربوبية، وأن إبليس يقر بالربوبية، يقول الله ربي، ويقول أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. ما نفعه هذا ما لم ينقاد لأمر الله جل وعلا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهكذا شأن كل إنسان ولو تسمى بالإسلام، يتسمى بالإسلام أو بالنصرانية أو باليهودية أو يزعم أنه مؤمن أو أنه على ملة إبراهيم وواقعه أنه لا يعبد الله وحده ولا شريك له كما أمره الله عز وجل، فهذا ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم. لابد مع الإقرار بالربوبية إخلاص العبادة لله. إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله، بالله ماذا؟ يعني بالله أنه موجود وأنه الخالق وأنه المالك وأنه المدبر، هذا ما نفعهم مع إشراكهم الأنداد. متى ينفعهم؟ لو أقروا بالربوبية مع إخلاص العبادة لله، أما أشركوا الأنداد مع المخلوقين مع العبادة فلا ينفعهم. قال: ولا أغنى عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون. يعني العبادة أيضا إقرار بالقلب بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح. فلو اعتقد في قلبه أن هاي الآلهة تستحق العبادة حتى لو ما قام عبدها فهو كافر. لو اعتقد في قلبه أن هاي الآلهة تنفع من يعبدها يقول أنا عن نفسي ما أعبدها، لكن لعبدها أحد سواي تنفعه وتضره إذا ما عبدها، أو تدفع عنه الضرر أو تشفيه أو تعطيه، هذا أيضا كافر مشرك. قال: وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى. المشركون ما قالوا أن الأصنام والأولياء هي عبدتهم، هي خلقتهم، لا، يقول الله الذي خلقنا، لكن هذه لها قربة عند الله، لها زلفى، نعبدها حتى تقربنا الله زلفى. مع أنهم فعلوا ذلك تعظيما لله، يستحي أحدهم أن يدعو الله مباشرة، فأخذ ندا، أخذ شفيعا، أخذ وليا حتى يكون واسط بينه وبين الله عز وجل، أيضا هذا مشرك. قال: وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر
النحر الإبل تنحر والبقر والغنم تذبح، وطافوا بهم كما يطاف لله بالكعبة. الطواف بالكعبة ليس عبادة الكعبة، الطواف لأن الله عز وجل أمر بأن يطاف بالبيت عبادة لله عز وجل. هم يذهبوا إلى المزارات إلى القبور ويطوف بها كما يطاف بالكعبة، وهذا موجود اليوم بالصوت والصورة يفعلون هذا. قال ونذر لها النذور عليهم، والنذر هو عبادة يلزم العبد بها نفسه، لم يلزمه الله بها، لم يوجبها الله عليه، هو أوجبها على نفسه. هكذا يفعلون كما ينذر لله، أولئك ينذرون للأولياء. قال وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم. ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكن لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين، يعني جعلهم الله مشركين، اعتبرهم الله مشركين، سماهم مشركين، سماهم كفار. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. واضح؟ يقول ولم يعتد بإقرارهم هذا، ما نفعهم إقرارهم بالله عز وجل مع شركهم، لأنه نافاه فعلهم، أقروا بالربوبية وأشركوا بالألوهية، هذا تناقض، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. نعم. يقول الشيخ صالح فوزان معلقا قوله إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه، ترفع صوتك شوي، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية، هذا الذي ذكره المؤلف هو ما جاءت به الرسل ودعت إليه الأئمة بعد الرسل، من أن الإقرار بتوحيد الربوبية مع الإشراك في توحيد الألوهية لا ينفع ولا ينجي من النار. وهذا أصل عظيم أجمع عليه الرسل وأجمع عليه المسلمون ودعا إليه الأئمة، ومن آخر من دعا إليه هذان الإمامان المتعاصران شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشيخ الإسلام الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، ونادى به ودعا إليه أيضا الإمام الشوكاني رحمه الله، وتواتر هذا عند الأئمة في الأمصار. ولكن مع هذا فالقبوريون أبوا إلا أن يصروا على الشرك ولا يستمعوا لدعوة المصلحين، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على هذا، وهذه هي المصيبة والبلية، اتخذوا القبور أوثانا تعبد من دون الله، وبنوا عليها الأضرحة، وأوقفوا عليها الأوقاف والنذور، وجعلوا لها الحجب والستائر والسدنة، وجعلوها موارد للكسب من الناس، وموارد يرتزقون من ورائها من السدج ومن الدهماء الذين غروهم بهذه المظاهر الشركية، وجعلوا على هذه القبور بنايات مزخرفة وأسرجوها بأنواع السرج والمصابيح، وجعلوها أوثانا تعبد من دون الله، ويقولون هذا هو الإسلام وهذه محبة للصالحين، والذي لا يفعل هذا معناه أنه لا يحب الصالحين ويبغضهم، تعالى الله عن ذلك. وهل محبة الصالحين معناها أن نشركهم مع الله عز وجل في العبادة؟ ما قال هذا إلا شياطين الجن والإنس، وهذه مصيبة عظيمة يعيش معها كثير من العالم الإسلامي، والمسجد الذي ليس فيه قبر لا قيمة له عندهم ولا يذهبون إليه، وإنما يسألون عن المساجد المبنية على القبور فقط، هذه مصيبة وبلية كبيرة. ففتنة القبور من أشد الفتن التي دخلت على الإسلام بعد القرون المفضلة، حينما استولى الشيعة الفاطميون على بلاد المغرب وعلى مصر، جاءوا بهذه البلية وبنوا على القبور وأقروا العامة، حتى أصبحت هذه عقيدة عاشوا عليها وتوارثوها، ومن أنكرها فهو خارج عن الدين، فيسمونهم خوارج ويسمونهم وهابية إلى غير ذلك، ويقولون أنت تبغض الصالحين. نعم، هذه دعوة المشركين ممن ينتسب إلى الإسلام زورا، كالرافضة الباطنية العبيديون الذين يسمون زورا الفاطميون، هم عبيديون باطنية نشروا في العالم الإسلامي عبادة القبور والاحتفال بالموالد، وتأثرت الأمة تأثرا عظيما. ومن أساليبهم الخبيثة أنهم ينفرون الناس من أهل التوحيد، فيقول عنهم إرهابيون خوارج، ولقبوهم بالوهابية، لأن الشيخ محمد عبد الوهاب
اسمه محمد بن عبد الوهاب، ما قال المحمديون حتى لا يلتبس على عامتهم، محمديون يعني نسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فتجنبوا ذلك فقال الوهابيون نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب إلى أبيه. وقد وقعوا بشر مما فروا منه، هم أرادوا التنقيص من دعوة الشيخ محمد الوهاب فقالوا الوهابية، ففروا ما يقولون المحمدية، وإلا بهم أضافوا إلى الوهاب إلى الله سبحانه وتعالى فقال الوهابية. على كل حال ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. لكن اليوم في مشكلة كبيرة، وهي أن بعض الدعاة من المشاهير، مشاهير بالباطل، من أمثال عدنان إبراهيم ولا المسعري ولا صلاح أبو عرفة، أكثر هؤلاء تجتمع دعوتهم مع الرافضة، تجد ما يعير أحد أهل السنة بيقول وهابي وهابية إلا الصوفية الغلاة أو الرافضة، وهؤلاء تطابقوا معهم. لكن لانتشارهم ووسائل الإعلام اليوم ظن كثير من الناس أن هؤلاء لهم أثر، في الحقيقة أثرهم على من في قلبه مرض، فيه تصوف، فيه تشيع، لكن أهل التوحيد ما يضرهم هذا، كون له أتباع، أصلا أتباعهم أصلا ما كانوا على السنة، هم ليسوا على السنة، فذاك يعجبهم أن يطعم بالشيخ محمد الوهاب وبدعوة الشيخ محمد الوهاب بدعوة التوحيد، فيظن الظان أن هذا له أثر والناس له أتباع وناس تسمع له. أصلا الذي يسمع له من أصل هو لا يرغب في التوحيد، إما صوفية وإما رافضة وإما إنسان يريد أن يتخلص من الدين، فيجد أنه يتحرر بعدم الاستقامة على أمر الله ورسوله فيتبع هؤلاء ويسمع لهم. فلذلك لا تغتر بل ولا تهتم ولا تحزن كون هؤلاء لهم من يسمع لهم، لأن أصلا هؤلاء جمهورهم الذي يسمع لهم هم على غير السنة، ومن كان على غير السنة فكثرتهم لا تعني شيئا، ما الهندوس والبوذ والنصارى أكثر من هؤلاء بعد، الوثنيون يعني لو أخذت البوذيين في الصين وفي الهند كم مليون هؤلاء، أكثر بكثير من مجموع المسلمين، من يستحق الإسلام ومن لا يستحق الإسلام، يعني من مطلق من ينتسب الإسلام سواء انتسابا صحيحا أو باطلا سيأتون نسبة ضئيلة بالنسبة للهندوس وللبوذيين، فالكثرة ليس لها اعتبار. ولذلك هؤلاء أقول أبشر كل سني أن دعوتهم باطلة وما تأثر في أهل السنة. ماذا تريد؟ أن الناس تعبد غير الله عز وجل؟ الشيخ استدل بالآيات ورسالته صغيرة الشيخ محمد الوهاب، وأورد فيها عشرات الآيات والأحاديث، بل مجموع الأحاديث مع الآيات بلغت المئات، فربط الناس بكتاب الله عز وجل، فلا يتكلم بكلمة إلا قال ولقول الله عز وجل كذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هل ننبذ الكتاب والسنة؟ ففي الحقيقة مهاجمة دعوة التوحيد هي مهاجمة للقرآن، مهاجمة السنة، مهاجمة لدين الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. فلذلك أكثر من أخي يقول شوف هذا عدنان إبراهيم، عدنان إبراهيم إنسان ساقط، هذا ما يسمع له ويتأثر به إلا أصلا هو من هو خالي من التوحيد، خالي من السنة، فيغتر بهذا. انتبهتم؟ فلا يحزنكم قولهم، لا يحزنكم قولهم. فضل. قال فيجب التنبه لهذا البلاء الذي دخل على المسلمين واجتاح كثيرا من بلادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأصبحت دعوة الرسل غريبة الآن، فالذي يدعو بدعوة الرسل يعادى ويقاطع ويحارب ويقال هذا متشدد وهذا وهذا إلى آخره، مع أن هذه هي دعوة الرسل، وهذا هو الذي أمر الله به سبحانه وتعالى، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فما هو الشرك غير هذا؟ الشرك هو صرف العبادة لغير الله من ذبح ونذر وركوع وسجود ودعاء واستغاثة، هذا هو الشرك، وهم يقولون لا، الشرك عبادة الأصنام والأشجار والأحجار، أما الأولياء والصالحون فهذا ليس بشرك. سبحان الله. الآن وسائل الإعلام شرها عظيم، لكن ومع ذلك عن طريق وسائل الإعلام بلغ التوحيد
والسنة إلى أقوام ما كان يسمع بها لولا وسائل الإعلامات. حتى بعضهم يصرح بذلك، قال والله نحن في مجتمع الذي يدعو إلى توحيد الله أو يتكلم بتوحيد الله يضرب وربما يقتل، لكن اجتاحتهم هذه وسائل الإعلام الإنترنت وتويتر وغيره، وصلت إلى أولئك الناس، فسبحان الله سمعوا التوحيد وعرفوا الهدى وعرفوا العلماء وتواصلوا معهم. إن الله يقول ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. صنعوا هذه الوسائل حتى يقضوا على الإسلام، وإلا بهذه الوسائل تكون إيش سببا لدعوة كثير من الناس إلى الإسلام. حتى أصبح في بلاد الغرب والشرق الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى من الرافضة من يتسنن، حتى من الصوفية من يتوب الله عز وجل، حتى من عنده شك تجده سبحان الله يسمع نور التوحيد فيهديه الله عز وجل بإذنه إلى صراطه المستقيم، فلك الحمد يا رب. نعم. نقول لهم الأولياء والصالحون عبدهم قوم نوح، وهم أول الأمم عبدوا الأولياء والصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، ومع هذا بعث الله إليهم أول الرسل نوح عليه السلام ودعاهم إلى التوحيد، وعاش فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يستجب له إلا القليل، والكثير ناصبوه العداوة مع طول بقائه فيهم يدعوهم إلى الله وإدائه وإعادته عليه الصلاة والسلام. فلما تمردوا في آخر الأمر قال الله لعبده ورسوله نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عند ذلك دعا عليهم نوح عليه السلام وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فعند ذلك أخذهم الطوفان وغرق الذين كفروا جميعا عن آخرهم، ولم ينجو إلا من ركب مع نوح عليه السلام في السفينة التي أمره الله بإعدادها وصناعتها وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين لأجل بقاء النسل في الأرض. هذا هو الشرك والعياذ بالله، وهذا هو الذي يمارس الآن في بلاد المسلمين، فيجب التنبه لهذا، ويجب استدراك الأمة وذلك بالدعوة إلى الله وبيان هذا الشرك والتحذير منه. وأكثر هذه البلاد يمارس فيها هذا الشرك ليس فيها من يدعو لله ولا من يبين لهم هذا، وظنوا أن هذا الذي أدركوا عليه المتقدمين وعاشوا عليه هو الحق، ولم يكن عندهم من يدعوهم إلى الله ولا من يبين لهم هذا الأمر إلا نوادر محاصرة ومضايقة ولا يسمع لها. ولكن مع هذا لا نسكت عن الدعوة إلى الله والبيان والتوضيح للناس. قال تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، هذا واجبنا. أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، أما إننا نسكت ونطأطئ رؤوسنا ونترك هذا فإنه يخشى على الأمة من الهلاك، لأنه إذا نزل العذاب عم الطالح والصالح الذي لم ينكر. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فهي تعم الصالح والطالح. لماذا تعم الصالح؟ لأنه لم ينكر، أما من أنكر فإنه ينجو بإذن الله عندما ينزل العذاب. هذا هو الذي ذكره الإمام الصنعاني في هذه المسألة، وهي التي يعاني منها العالم الإسلامي اليوم وقبل اليوم، وهو أنهم يعبدون الأولياء والصالحين في قبورهم ويقولون نحن لا نعبدهم وإنما نتوسل بهم إلى الله ونطلب شفاعتهم، وهذا هو الذي قاله المشركون من قبل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أقروا أنهم يعبدونهم ولكنهم يقولون إنهم يعبدونهم من أجل أن يقربوهم إلى الله، من أجل أن يشفعوا لهم عند الله. وهذا هو الذي يقوله القبوريون اليوم، يقولون نحن لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الكون. هذا أمر مهم جدا، كررناه كثيرا ونكرره إن شاء الله تعالى. شبهة هؤلاء أن الآيات التي أنزلها الله عز في الشرك والمشركين إنما هي خاصة بمن يعبد الأصنام والأوثان. يقول أما نحن هم يقولون فإننا نعبد الأولياء والصالحين. هذه شبهتهم. كيف تأتي بالآيات اللي أنزل الله في الأصنام والأوثان
وتجعلها في من يعبد الأولياء والصالحين، فرق كبير بين هذا وهذا. فالجواب على هؤلاء من أكثر من وجه. الوجه الأول أن فعل هذا وفعل هذا كله شرك، سواء عبد مع الله صنم أو عبد مع الله ولي، ما الفرق؟ ما التوحيد؟ هو إخلاص الدين لله، أن يعبد الله وحده ولا شريك له. فمن عبد غير الله عز وجل صنم أو ملك، وثن أو رسول، شجرة أو وليا، كلاهما قد أشرك بالله عز وجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المشركين الأوائل من نوح، قوم نوح عليه السلام إلى يومنا هذا، أيضا هم يعبدون صالحين الذي أنزل الله فيهم القرآن، ولا تتخذ من دونه أولياء. ربنا يقول ولا تتخذ من دونه أولياء، يقول لا تدعو مع الله إلها آخر، ما قال لا تدعو مع الله صنما أو وثنا، قال إلها آخر، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا عام يعم ماذا وماذا، سواء هذا كان الشيء أو الآخر، صنم أو ولي. فالمشركون الأوائل أيضا عبدوا أولياء وسماهم الله مشركين وسماهم الله كفارا. ثم الله جل وعلا أمر أن يعبد هو وحده، ونهى أن يعبد أحد سواه. فلماذا لا تفعلون ما أمركم الله به؟ آيات بينات. يأمر الله أن يعبد وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان. ثم يأتون بشبهة، سبحان الله، كما قال الله عز وجل شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، كما يقال من فمك ندينك. ماذا يفعلون؟ يعبدون أولياء ويقول هؤلاء يقربون إلى الله، ويقول هؤلاء يشفعون لنا عند الله. ما هذا الذي ذكر الله على المشركين؟ لكن هؤلاء إما أنهم لا يقرؤون القرآن، أو أنهم يقرؤونه وعلى قلوبهم إيش أقفال، لا يفقهونه، لا يتدبرونه. وإلا هكذا ما قال، هذا الذي قال الله عنهم، والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا القرآن. ويقول الله عليه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ها هم المشركون قالوا لو كانت هذه علة تنجيكم من عذاب الله، تنجيكم من الشرك، لا استفاد منها من سبقكم إلى ذلك. فالمشركون منذ قرون هم يقولون هذه المقولة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويكون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والله الذي لا إله إلا هو، لو تتبعت الآن بعض ما سج عليهم بالصوت والصورة من أصحاب العمائم ومن الصوفية، لو وجدتهم يقولون ذاك نصا نصا. أنا سمعت أحدهم يقول نحن لا نعبدهم لأنهم خلقونا، وإنما نعبدهم حتى يقربون إلى الله. سبحان الله، هذا كلام الله، هذا ما قال الله عن المشركين. وقال آخر بالصوت والصورة، قال نعم نحن نعبد الأولياء، نعم نحن المتصوفة نعبد الأولياء لأن هؤلاء يقربون إلى الله، لهم شفاعة عند الله. هذا هو، هذا كلام المشركين الأوائل. فهؤلاء صدق عليهم ماذا؟ قول الله عز وجل شاهدين على أنفسهم بالكفر، نسأل الله العافية. نعم. قوله لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة، أي فالتوحيد هو إفراد الله في العبادة وليس هو إفراد الله في الربوبية. وهذا أيضا أمر غريب، يعني الأوائل أقروا بالربوبية ولم ينفعهم، فكيف يأتي واحد اليوم يقر بالربوبية ويريد أن ينفعه؟ ما نفع، لم ينفع غيرك، ما نفع إبليس ولا مشركي الأوائل إقرارهم بأن الله هو الخالق. هل إذا أتى أحد اليوم وأقر بأن الله هو الخالق سينفعه ذلك؟ لن ينفعه إلا في حالة واحدة، ماذا يا أخوان؟ يقر بأن الله الخالق ويعبد الله يخلص له العبادة. أما فقط يقر بأن الله الخالق، لو كان هذا ينجي أحدا لأنجى من قبلك. نعم. قوله وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، أي فعبادتهم لأصحاب القبور هي اعتقادهم فيهم أنهم ينفعون ويضرون ويشفعون عند الله. قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا مرادهم. نعم. قوله فنحروا لهم النحار،
يعني نحروا لهم الإبل فالنحر للإبل والذبح للبقر والغنم. طيب نحر لهم النحر، معنى الله ماذا يقول في أقصر سورة في القرآن؟ ماذا يقول؟ إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، صل ربك وانحر لربك. لو كان الله عز وجل لا يكفيهم لكان لهم عذر أن يعبدوا غير الله، لكن الله ماذا يقول؟ أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى. وقول أليس الله بكاف عبده مفرد مضاف يفيد العموم، يعني أليس الله بكاف إيش؟ عباده. ربنا يكفي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربنا جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ربنا جل وعلا يقول إيش؟ يقول وعد الله حقا، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ما يخلف الميعاد. ومن أصدق من الله قيلا؟ أتشكون بأن الله لا يستجيب الدعاء ولا يسمع دعاء الداعي إذا دعاه؟ إذا عندكم شك هذا شيء آخر، لكن إذا أنتم تقرون بأن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعا، المشركون يقرون بذلك؟ نعم يقرون، حتى أنهم يدعون الأولياء مع اعتقاد من الأولياء يدعون الله لهم، إذن هم عندهم اعتقاد بأن الله يسمع الدعاء ويجيب الدعاء، صح؟ إذا كنتم تعتقدون هذا فلماذا تدعون غيره؟ مع أن الله جل وعلا يقول في كتاب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس وكان غلاما علم التوحيد، يقول يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاه، إذا سألت سأل الله وإذا استعنت استعن بالله، لا تدعو مع الله إلها آخر. نعم. قوله وطافوا بهم يعني بقبورهم يطوفون على القبور الأرض، يطوفون على قبر الحسين مثل ما يطاف حول الكعبة المشرفة وغيرها من الأوثان. شوف يعني سبحان الله العظيم، في واحد بروفيسور ها دكتور بروفيسور ويوم الأيام صار عميد كلية الشريعة بالكويت، شوف شهادة، يقول الطواف بالقبور ليس بالشرك. يعني واحد يطوف بالكعبة يعني عبد الكعبة، ها عميد كلية الشريعة بروفيسور، يقول واحد طاف بالكعبة يعني عبد الكعبة، واحد طاف بالملعب سبع أشواط، ملعب كرة قدم سبع أشواط لياقة، يعني عبد الملعب، يريد أن يصل إلى ماذا؟ إلى أن الذي يطوف بالقبور ها أم يعبد القبور؟ إذا كان الذي يطوف بالقبور يعبد القبور، إذا الذي يطوف بالكعبة يعبد الكعبة، واللي يطوف بالملعب يعبد الملعب. هذا بروفيسور، هذا دكتور، سبحان الله العظيم. لو سألت هذا الذي يذهب إلى القبر ويتعنى، وربما يذهب سفر، وربما يذهب تكلف بالتذاكر الطيران، وربما يحتاج إلى فيزا وفندق وسكن، لماذا تذهب إلى هناك؟ تعال طوف بالملعب. أقولك لا، ملعب أصلا بعض الناس يطوفه كبير بالسن ولا معاق ولا كمان الملاعب، يتقصد هناك لماذا يا إخوان؟ يتقرب. يعني هذا نفسه لو سألت ليش تذهب هناك يقولك أتقرب، حتى يسمونها إيش؟ حملات حج، ويقولون الحج إلى كربلاء أفضل من 70 حجة إلى بيت الله الحرام. وقال قائلهم طاغي من طغاتهم، سمعته بنفسي شيء مسجل بالصوت والصورة، يقول الحج إلى كربلاء أفضل من 70 حجة، ليست حجة فريضة إنما هي حجة نافلة. يعني كما يقال ها بيطببها عماها، يعني يكون إيش؟ يريد ترقيع هذا المعتقد الباطل. تذهب تحج إلى حج ما أنزل الله من سلطان، أصلا كربلاء ما دفن فيها من دفن فيها إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا بعد ما أنزل الله عز وجل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكيف يكون الذهاب إلى هناك أفضل من 70 حجة نافلة إلى بيت الله الحرام؟ كيف؟ انظروا إلى هذا التقنين والتشريع اللي ما أنزل الله به من سلطان. فالذي يطوف بالبيت الحرام واللي يطوف بالبيت العتيق بأمر من هذا؟ بأمر من؟ بأمر الله عز وجل.
ولما يذهب إلى بيت الله الحرام يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ما يعبد الكعبة، وإنما توحيدا لله عز وجل واستقام على أمره وطاعته كما أمر أن يحج إلى بيت الله الحرام. ولله على الناس، لله مش للبيت، ولله على الناس حج البيت ما استطاع عليه سبيلا. فكيف يقارن هذا بهذا وطواف السبيل؟ لا، ودكتور وعميد كلية الشريعة، نسأل الله العافية، هذا تربع التوحيد، هذا يصور نفسه ويقول أنا على الطريقة الصوفية الفلانية بالصوت والصورة، ما افترينا عليه، هو الآن يقول نعم أنا بالطريقة الفلانية. فهذا التشيع والتصوف غزا المسلمين وأخذ من يتظاهر أنه سني. لو قلت له أنت سني ولا رافضي يقول لا سني، سني، أين السنة؟ أين السنة؟ أين من كتاب الله وسنة رسوله أنه تشد الرحال إلى قبور وتطوف بها كما يطاف بالكعبة وتقول كما الذي يطوف بالكعبة؟ الكعبة هذا ذكر الله في كتابه وأمر به، هذا من أمر به؟ من أمر به؟ يفترون على الله عز وجل والعياذ بالله. فانتبهوا لهؤلاء، لا يغركم هؤلاء أبدا، ولو صار دكتور بروفيسور كلية شريعة عميد غيره يكذب على الله ورسوله. والله الذي لا إله، الفرق كبير بين أنك تستجيب لأمر الله فاستقم كما أمرت. قولوا لي من الذي أمر أن يحج إلى بيت الله الحرام؟ من الذي أمر؟ الله عز وجل. من أمر أن يحج إلى العتبات؟ من أمر؟ الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ونعبد هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكن تعقلون. مساجد إنما تبنى لله، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، مش لفلان وعلان، كل مسجد حاطين عليه قبر والناس تشد الرحال له ويسمى المسجد باسمه ويتمسعوا فيه ويدعونه وتسكب الدموع والعبرات. لماذا لا تدعو الله عز وجل؟ ادعو الله وحده ولا شريك له. نعم. قوله ونذر النذور عليهم أي على القبور، فإذا مرض أو أراد أن يشفى مريضه أو أراد أن تقطع حوائجه نذر للقبر الفلاني، يقال انذر للقبر الفلاني لتقطع حاجتك. قوله وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم، سبحان يعني في عبادتهم. يقول بعضهم لبعض انذر لقبر فلان تقضى حاجتك، وبعضهم يقول عن نفسه أن أنا بنفسي جربت وقضيت لي حاجات. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، هكذا يقول. وهذا قد يكون صدوق ايش صدوق وايش كذوب وقد صدق. نعم قد يكون كان في علة فذهب القبر فخرجت علته، قد يكون في شيطان مس لما أشرك بالله وقد بلغ الشيطان غايته، ماذا فعل الشيطان؟ خرج منه. هذا وارد، كما أن وارد أن هذا المصروع لما ذهب إلى المزارات هناك جن أقوى من الجن اللي فيه فتسلط عليه فخرجوا فرجع متعافي. وقد يكون قدر الله له أن يعافى في اليوم الفلاني فسافر إلى تلك المزارات فوافق أمر الله القدري أنه اليوم يعافى، فظن أن هذا ماذا؟ أن بسبب زيارته. الأمر الأخير نقول وقد يفتن الله العباد فينهاهم عن عبادة غيره ويخبرهم وقوله حق بأن لا تضركم ولا تنفعكم، ثم يخالفون أمر الله عز وجل ويذهبون ويجدون نفعا. فاختبار وابتلاء، إن الله يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا ليس ببعيد. المسيح الدجال من خلقه؟ الله عز وجل. كتب على جبينه ماذا؟ كافر. يقراها من ومن؟ كل مؤمن قارئ وغير قارئ. وصورته قبيحة، أعور دجال، عين طافية كأنها عنبة والأخرى ممسوحة، يعني في غاية القبح، ويقول أنا ربكم. من خلقه على هذه الصورة؟ الله عز وجل. ابتلاء، يختبر الله عباد. وأكثر من ذلك أن الله عز وجل زوده ومكنه بأمره جل وعلا، أنه يقول للسماء أمطري بإذني لا بإذن الله وتمطر، ويقول الأرض أخرجي كنوزك بإذني لا بإذن الله وتخرج كنوزه، ويقتل رجل ويشق نصفين ويقول قم بإذني لا بإذن الله ويقوم الرجل متعافي ويمشي. من مكنه من ذلك؟
يختبر الله به العباد، ويرسل رسله أنه هو وإلهكم إله واحد، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان من الدنيا آخر الرسل ويقول إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، من سمع به فلينأ عنه، فتنة عظيمة، لا تروح تتحداه على واضح ومعروف وعور وهذا كافر مكتوب على جبينك، لا تتحدى. قال من سمع به فلينأ عنه، فتنة. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا لا يمكن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذي صدق وليعلم أن الكاذبين. فنعم هناك من يذهب، بعض النساء ذهبت إلى هالمزارات وقدت أدت النذور وذبحت الذبائح، وبالفعل صار 10 سنوات متزوجة فحملت. يفتن الله العباد، يختبرهم. وفلان مريض عجز عن الأطباء، وبالفعل ذهب إلى هناك ونحر ذبيحة وتعافى، لكن هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني لو أن شخصا ما يريد أن يتصدق لله عز وجل فأخذ يسرق من الناس ويتصدق، يجوز هذا الفعل؟ وفتح بيوت وساعد الأرامل وأخرج الناس من السجون وقضى الديون وكفل الأيتام، لكنه يسرق، يتعمد سرقة حتى، هذا مشروع؟ ليس بمشروع. أم تلك المرأة التي تزني وتتصدق من فرجها؟ قال ولا حنانيك لا تزني ولا تتصدقي. هذا واضح عند الناس أنه مو مشروع. يا أخوان، وكذلك ليس بمشروع أن يذهب الإنسان إلى تلك المزارات ويقدم لها النذور والذبائح ويدعوها يتمسح بجدرانها رجاء الولد أو الشفاء أو إلى آخره. ترى هذا أوضح من هذا، هذا أوضح من هذا. لأن هذا لو أن امرأة زنت لتكسب من فرجها فتتصدق، فغاية ما فعلت ماذا فعلت؟ غاية ما فعلت ماذا؟ ما فعلوا هذا؟ معصية. لكن لو أن شخصا يذهب إلى تلك العتبات ويذبح لها وينذر لها، قد أشرك بالله. وفرق كبير بين الشرك والمعصية. فالله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، إخوانك المرسلين، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولو كنت رسول الله. شوف شوف خطر الشرك. ويقول الله عن أنبياء ذكرهم في سورة الأنعام وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل. والله ما قال لو زنوا يحبط عنهم، لم يقل لو سرقوا، لم يقل لو قتلوا، لكن إذا أشركوا، الشرك محبط للعمل. إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حملت ولا ما حملت، مرض ولا مات من المرض، ولا تخسر دينك ولا تخسر توحيدك. إذا خسرت توحيدك ولو تمتعت بالولد ولا بالصحة ولا بالعافية، آخر شيء ستموت، ستدخل جهنم ولن تخرج منها. فإن قال نرتكب هذا الشرك ونترزق ولد بعدين نتوب، أو نرتكب هذا الشرك ونحصل على العافية والشفاء بعدين نتوب، إيش رأيك من الفكرة الشيطانية هذه؟ ومن قال لك أنك ستتمكن من التوبة؟ قد تموت وأنت في غاية منغمس في الشرك، تأتيك منيتك. كثير من الناس يموتون عند القبور، كثير من الناس يأتي من يفجر فيهم، كثير من يعتدي عليهم، كثير من يتداهسون فيموتون عند المزارات هذه. لا يغرك الشيطان ويقول خذ حادثك الآن، ها، حتى يخبرك أين المسروق، حتى يخبرك أين زوجتك، أين ابنتك، لأن في ناس مخطوف منها ابنة أو ابن وما يترك باب إلا ويتطرق، ما وجد. قالوا اذهب إلى هؤلاء اذبح لهم ويعلمونك وين مكان الولد، هو حي هو ميت، يجيبوا لك يجيبوا لك. فتنة عظيمة. فمن الناس من يرى نفسه كأنه مضطر يا أخي، مضطر ويشرك بالله عز وجل، نسأل الله العافية، فيخسر دنياه وآخرته. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. قوله: وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم، يعني في عبادتهم، وإذا حضروا عند قبورهم أطرقوا رؤوسهم وبكوا وتضرعوا أكثر مما يتضرعون إلى الله في المساجد وأثناء العبادة. سبحان الله. يتضرعون عند القبور ويتذللون ويتمرغون على الأعتاب ويقبلونها،
ويتمسحون بالشبابيك وبالأبواب وبالجدران التي على الأضرحة ويعطرونها بأنواع العطورات ويعكفون عندها ويبقون أياما عند القبر ويذبحون لها إلى آخر ما يفعلون كما يحصل عند البدوي في طنطا بمصر. صحيح، يعني يفعلون أفعال شاقة، اللي يجلد نفسه واللي يلطم واللي يتمرق في التراب والطين واللي يزحف واللي يذل نفسه إلى أخير، يعني كأنه كلب ينبح يعلق برقبة السلسلة وتقربه إلى هذا الولي. في المقابل لو نظرت إلى هذا الذي يفعل أفعال في العبادات المشروعة الميسرة تجد لا يأتي بمعشار منها، أليس كذلك؟ بعضهم هكذا من سنة لسنة من مناسبة لمناسبة يذهب في الموعد فلان يروح يلطم ولا يضرب ولا كذا، وهو هاجر المساجد لا يتقي الله عز وجل ولا يستقيم على أمره، لكن هذه الطقوس الشيطانية يقوم بها. من أمرك بهذا؟ ربنا جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من قال لك أن هذه قربة إلى الله أن تضرب نفسك؟ من قال لك؟ من أمرك بهذا؟ المشروع ثقيل على أنفسهم، والمبتدع المحدث يقبلون عليه ولو كلفهم أموالا أو صحة أو نزفت من أجل الدماء، لأن الشيطان زين العالم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم. قوله وسجدوا له أي يسجدون للقبر ويقولون إن صاحب هذا القبر يقربنا إلى الله ويشفع لنا عند الله. قوله ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، أي مع هذه الأفعال الشنيعة فهم مقرون لله بالربوبية ولكنهم لا يخلصون له بالألوهية والعبادة. وحتى العقائد التي تدرس الآن في بعض البلدان غالبها إنما يقرر توحيد الربوبية والرد على الملحدين ولا يردون على المشركين. قوله ولكنهم لما أشركوا في عبادته، يعني في توحيد الألوهية، قوله جعلهم مشركين. صحيح، هذه المقررات كثيرة في بلاد الإسلام تجدها تتكلم عن الربوبية، يمكن في محاضرات في كتب كلها تبين بأن الله موجود. في رسالة طبعت بأعداد ما يحصيها إلا الله عز وجل، عنوانها يعني تقريبا هكذا الاكتشافات الحديثة تشهد بوجود الله، وجيب لك كذا وجيب لك كذا والتجربة الفلانية والدكتور الفلاني والفضائي الفلاني، والناس تكبر وتهلل أن هذا الفضائي أقر بأن الله موجود، وذاك الطبيب الدكتور أقر المتخصص بالأجنة أقر بأن الله موجود وإلى آخره. طيب وبعدين ما هي النتيجة التي نالها المسلمون وفرح بها المسلمون؟ أن في واحد أقر بأن الله موجود، إيش يعني هذا من جديد؟ فكان بعض مشايخنا يقول أصلا هذا اللي صعد الفضاء بعدين اكتشف بأن الله موجود يقول هذا حمار، لأن إيش ما اكتشف بأن الله موجود وهو في الأرض حتى إيش صعد الفضاء فاكتشف بأن الله موجود. أقول يا حمار، أنت قصر عقلك أن تفهم بأن الله موجود وأنت في الأرض. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كيف واحد يعني نفرح بأن واحد أقر بأن الله موجود وبعدين مو إبليس يقر بأن الله موجود؟ هذا ليس ربح للمسلمين، بل هذا صد عن سبيل الله حتى يقنع الناس بأن يكفيك أنك إيش تقر بأن الله موجود. لو تعبد الشياطين، تعبد الأولياء، تعبد الحجارة، لو تفعل ما إيش ما تفعل، لو تعتقد ماذا تعتقد، قل ما شئت وافعل ما شئت، حتى لو تسب الله ورسوله، حتى لو تنكر أركان الإيمان، ما دمت تعتقد بأن الله موجود فأنت مؤمن كبير. هذا صد عن سبيل الله ولا دعوة إلى الله؟ ها، هذا صد عن سبيل الله. محاضرات ومناظرات وفلان ألحد أفحم الملحد الفلاني، ها، وأحرجه أمام الجمهور أن الله موجود فقط. هذه غاية؟ هل هذه غاية؟ لا والذي لا إله له، ما هي غاية؟ لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلى أقوام يقرون بأن الله موجود ولا لا؟ يقرون بأن الله موجود، لكن ما يقرون بأن الله وحده المستحق للعبادة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله
يستكبرون. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا شيء عجاب. هذا هو الخلاف بين الرسل وأقوامهم، أيعبد الله وحده أو يجوز أن إيش يعبد معه آلهة أخرى؟ ما اختلفوا مع أقوامهم أن الله موجود أو ليس بموجود؟ فلذلك هذا مضيعة للوقت، مضيعة للجهد، وتضليل الناس، التركيز والتوسع في بيان أن الله موجود، بل هو في بيان أن الله هو الخالق ما يكفي، لابد في بيان ماذا يا أخوان؟ أن الله عز وجل موجود والخالق وهو رب العالمين ومستحق العبادة ويعبد ها وحده لا شريك له. لا وباقي إيش بعد؟ وتعبده على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مش على هواك، حينئذ تسلم. هذا دين الله عز وجل. بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، ما هي؟ شهادة لا إله إلا الله. ما قال بني الإسلام على خمس؟ الإقرار بوجود الله، الإقرار بأن الله هو الخالق، لا، شهادة لا إله إلا الله، أن تقر على علم بأنه لا معبود مستحق للعبادة إلا الله عز وجل، ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه. هذا دعوة الرسل. نعم. قوله ولكنهم لما أشركوا في عبادته، يعني في توحيد الألوهية، قوله جعلهم مشركين، أي مع أنهم يقرون بالربوبية، فدل على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينجي من الشرك حتى يضاف إليه الإقرار بتوحيد الألوهية. قوله ولم يعتد بإقرارهم الإقرار بتوحيد الألوهية مع عبادة الله. يعني لو إنسان قال نعم الله يستحق الألوهية صح، طيب لكن ما يعبد الله، ينجو ولا ينجو؟ لا لن ينجو، لابد ما تقر بأن الله مستحق العبادة وتعبده سبحانه وتعالى، حينئذ يكون ألوهية. نعم. قوله ولم يعتد بإقرارهم، هذا أي لم يعتد بإقرارهم بالربوبية وأمر بقتالهم حتى يعبدوا الله وحده. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. فقول لا إله إلا الله لا يكفي بالتلفظ فقط، بل يقولونها ويقرون بها ويعملون بها، هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب، ليس المراد أن يقولوا لا إله إلا الله أن يأتي ويتلفظ يقول لا إله إلا الله، بعد مش مكفيك، مش مكفيني يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، إيش الفائدة؟ ما الفائدة؟ انتبهتم؟ يعني لو قال قائل لا إله إلا الله وأبى أن يقول محمد رسول الله، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ ما تنفعه. وذاك جاء بالأحاديث حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا إله إلا الله هذا رمز الإسلام، ليس مراد مجرد قول، لابد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لابد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر. لو كفر بالقدر ولا بالملائكة ولو قال ألف مرة لا إله إلا الله ما تنفعه، لابد من القياد لهذه الكلمة وما دلت عليه. واحد يقول لا إله إلا الله ويكذب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذبه، ها تنفعه لا إله إلا الله؟ والله ما تنفعه. كيف رب العالمين يزكيه ويقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما كذب الفؤاد وما رأى؟ كيف يأتي واحد يقول لا مجنون، ربنا يقول لا وما صاحبكم مجنون، قال لا مجنون، ها تفيد لا إله إلا الله؟ هذا تنفع لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. ربنا يقول وما صاحبكم مجنون، قال لا إلا مجنون، لا ما تنفعه. أو ينكر الصلاة أو ينكر قضاء الإيمان بالقدر، هذا هو يا أخوان الإسلام. لا يغركم أن يقول خلاص لا إله إلا الله. نحن الآن نرى من يقول فقط يؤمن بأن الله موجود، شوف بعضهم لا متطور أكثر يقول بأن الله خالق، بعضهم متطور أكثر يقول لا إله إلا الله، خلاص قال لا إله إلا الله، رافضي صوفي وحدة وجود كذب الله رسوله، علماني ليبرالي يعتقد إيش اللي يعتقد، المهم يقول لا إله إلا الله. يكفي هذا؟ ما يكفي. أخرجوا الناس بشوت وكذا وسائل إعلام، قل لا فرق، كله ناجي، باضي معتزلي إسماعيلي عشري صوفي نقشبندي رفاعي، كله يقول لا. ماذا يقول لا إله الله؟ خلاص سلامات الكل على خير،
كيف على خير؟ واحد يقول لي يا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكواني، ها؟ واحد ما يقوم إلا ويقول يا فلان يا فلان، واحد يدعو غير الله في الشدة والرخاء، حتى في الشدة يدعون غير الله، هذا ما تنفع لا إله إلا الله. لابد للا إله إلا الله من حقيقة، لا إله إلا الله مفتاح الجنة. قال بعض العلم أليس للمفتاح أسنان؟ له أسنان ولا لا؟ قال هذا المفتاح لا إله إلا الله لها أسنان، لها تبعية، لها انضباط وانقياد، لا مجرد قول باللسان. وإلا كان المنافقون أيضا مسلمون، لأنهم كانوا يقولون إيش؟ يا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله لأنه نافاه فعلهم أي فتناقضوا، يقرون بأنه هو الرب ويشركون معه غيره، وهذا تناقض، إقرار من وجه وإنكار من وجه. قوله فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية أي بأن توحيد الربوبية أكثر العالم مقرون به، حتى إبليس قال ربي بما أغويتني، وقال فبعزتك، حلف بعزة الله فهو مقر بربي سبحانه وتعالى. ومع ذلك قال الله عن إبليس ماذا؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نكتب هذا القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.